أنا عمري 17 سنة، صار فيني الزواج مبكر من داعش، وغصبت غصبا عني على زواجي من داعش. كان داعش خلص عدى مثلا بهالحارة هاي، شاف بنت صبية أو شيء أو مرة خلاص بده ياخذها غصبا عنه، غصبا عنه. كان يم جوزها، كان يم أبوها، يم كان أمه، خلاص عمره 13 14 مو فارقة معاه، مهمي بده هالشيء بده يوصله. من شغلة شلون صارت معرفة بيني وبينه، أنا كنت ماشي بالسوق، اجت عدت الحسبة من يمبي أخذوني. بهذاك الوقت فات علي داعشي هذا اللي أخذته جوزي وشافني وتعرف علي. من هاد كلمة من هاد كلمة طالعوني، يوم طالعني مين هو؟ هو اللي وصلني على بيت أهلي. وما في فت يومين ثلاث اجى خطبني من أهلي. أنا ما فعلت ولا أهلي فعلوا، ما حدا فعل إنه يريد. غصب عني أخذني وغصب عن أهلي ودفع مصاري ومال، ما حدا فعل. آخر شيء قال لا بتاخذوني بتعطوني، لا بنحطم لكم حياتكم. ما حطم حياة أهلي، حطم لي حياتي مستقبلي. كان اسمه أبو حذيفة. أبو حذيفة على اسم على مسمى، كان ضخم، كان وحش. لما يفوت على البيت على بيتي وحش، لما يفوت على بيته وحش، لما يطلع يعامل شلون أخاف منه أرتعب منه. هضل يوم يكونوا بالبيت حابس حالي بالمطبخ تا يطلع. أحاول حالي أكثر أحيانا لما يكون نقعد سوا نتحاكم مثلا إنه مثلي ومثل هالنسوان، أحس حالي بدي أموت، بدي أذبح حالي. كذا مرة صار مشاكل بيني وبينه، رفع المسدس علي بده يضربني، بس كنت أخاف منه نفس الوقت. لما يفوت كان فايت وحش، كان فايت عزرين لياخذ روحي. أنا ضليت سنة معه، جبت صبي ضل عندي عمره 3 أشهر وراح. أخذوا رهيني، مين أخذوا ما حدا بيعرف. أول شغلي هلأ هون بهالمجتمع اللي احنا عايشينه، مرت داعش يا لطيف، هلأ حطم لي حياتي، حطم لي سمعتي، نفسيتي تعبانة بنوم مثلا. هلأ أنا نفسيتي متحطمة، بقدر إنه أدمر بلد نفسيتي. لازم مثل معالمة العالم لازم تتعامل. طب مرت الدواعش ما لن نزلت، عشتنا معاهن 4 سنين كأني عشنا معاهن 100 سنة عيوام كتيري. ما ضل الله لا يوفقن، الله لا يسامحن يا رب. مثل ما دمر حياتي دمر نسوان كتير حياتي، نساء كتيري. حسبنا الله ونعم الوكيل بس.